حصانه يتقدم للكره ويحاول هدف سادس اماراتي، هدف سادس اماراتي بطريقه جميله بطريقه غريبه بطريقه رائعه، اذ يا بعوانه وضعها بهذه الصوره الحلوه الحلوه الحلوه، يعني فيها بعض الشيء ممكن نقول مبالغه، لكن الكره في الشباك استقرت لبنانيه، وقد سجل ذياب عوانه هدفا سادسا في هذه المباراه. ضربه جزاء كانت غريبه، نفذها بطريقه غريبه بطريقه عجيبه، شوف 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 ذياب وضح، حتى حارس المرمى كان مستغرب. في 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 لبنان المغنية الشهيرة صباح تغني يا دلع يا دلع الدلع على ذياب عوانة، اطلع الآن، وعلى الإمارات اطلع بهذا الهدف الملعوب، بهذا الهدف الجميل، بهذا الهدف اللي بالفعل كان غريب جدا.